تتطور لأكثر من مجرد كلمات الحرب، لا ده ممكن توصل لحرب فعليا لو العداء ده استمر على مدى زمني أطول، ويكون في سوء قراءة وعدم تنسيق ما بين الفاعلين المختلفين بقى سواء احنا او هم الى اخره. ندخل في اللي بعدها علشان هبذل مجهود شويه مجهود اكتر في الجزء الخاص بالصراع والعداء والكلام ده، يعني هو ده اللي احنا بنركز عليه النهارده اكتر من التعاون والصداقه والتفاهم والتحالف، دي مسائل ما اعتقدش انها صعبه على التخيل يعني. انما هو اللي فعلا صعب على التخيل هو ليه الدول ما بتحاربش بعضها على طول؟ يعني ليه مصر وتركيا ما حاربناش بعض؟ ليه مصر ما بعتتش قوات اليمن؟ ليه مثلا السعوديه ما بعتتش قوات لسوريا؟ هنا المساله اعقد شويه لان في حسابات مركبه شويه. لو قلنا ان الصراع ليه ثلاث سيناريوهات، السيناريو الاول ان في طرفين في حاله تصعيد، يعني ايه تصعيد؟ بيضربوا بعض، بيتخانقوا مع بعض ورا بعض لغايه ما هخسرك كل اللي معاك والتاني مصمم ان هو يعمل نفس الحاجه، فالطرفين في داخلين في صراع، هاكل اكلك وهسيبك من غير مكان تعيش فيه وهدمر لك مش عارف ايه وفي سفينه جايه منين هغرقها لك الى اخره، صراع وكل طرف بيحاول ان هو يصعد في مواجهه الطرف الاخر. او الناحيه الثانيه طرفان يتراجعان، يعني ايه؟ يعني طرف بيقول لك بمنتهى البساطه لا 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 خلاص انا مش هكمل في هذه اللعبه في هذه المنافسه في هذا الصراع، انا هاخد خطوتين للخلف واحاول ان زي مثلا تركيا في الاسبوعين اللي فاتوا بتقول كلام يبدو منها انها بتتراجع، بتقول لنا لا انا في الخلافات اللي ما بين مصر وتركيا دي خلافات في وجهات النظر وينبغي انها تزال، وما بين الشعبين المصري والتركي اعمق كثيرا مما بين الشعبين المصري واليوناني. ده بيتراجع ولا بيلعب لعبه؟ لازم نركز، ممكن يكون بيتراجع، طب انا كمان هتراجع ولا هو هيتراجع وانا هصعد؟ لان في بديل تاني، ان في طرف يصعد والاخر يتراجع، انه طرف يقول لك لا انا مكمل، انا هفضل في حاله صراع حتى لو انت طالبت بان انت تتراجع، يعني ده اللي كان بينه وبين اسرائيل في فتره ما بعد 69، احنا عمالين نقدم تنازلات ونقول لهم طب خلاص انسحبوا من الارض واحنا في المقابل هنعترف بيكم والى اخره، انه يقول لك لا 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 انا هصعد، انا هستمر في التصعيد. انا قوي، انا اسرائيل قوي، مصر وسوريا والدول دي دول ضعيفه، فهنا في طرف بيصعد حتى لو الطرف الثاني بيعمل مبادره سلام الى اخره. طب تعالوا كده حضراتكم نشوف ايه اللي بيحصل في كل حاله من دول همت وهنطبقها على مصر. هات السؤال اللي بعد كده. طيب السيناريو الاول بقى ان عندك دولتين بتصعدان، خدوا بال حضراتكم احنا في الناس اللي بتدرس الكلام ده بتحاول انها تستخدم مصطلحات دقيقه شويه، يعني بنحاول ان احنا ما نلخبطش المصطلاحات، هي في الاعلام وبيننا وبين بعض قاعدين على القهوه وفي البيت وكده ممكن نقول اي حاجه فبتمشي يعني، انما لا احنا لما الطلبه بيدرسوا واحنا بندرس يعني من اساتذتنا بيقولوا لنا في حاجه اسمها النزاع، ودي ترجمه لكلمه انجليزيه اسمها ديسبيوت او ديسبيوت، وصراع يعني كونفليكت وحرب يعني وور، دي مش دي يعني ده مش ده وده يعني دي كل حاجه فيهم حاجه لوحدها كده، ده عامله زي ايه لما تقول لي مثلا البربريز بتاع العربيه وتقول لي ان ده الشكمان وده الكرسي، دول مش ثلاث حاجات زي بعض، مش انترتشينجبل يعني، مش دي هي دي هي دي، لا النزاع عاده بيبقى قانوني ودبلوماسي، بص تلاقي قاعدين بيتناقشوا مع بعض ومفاوضات وممكن تحكيم الى اخره، بس الموضوع لا يتطور لما هو اكثر من هذا، هي مسألة ما بينه احنا هنحلها دبلوماسيا، بص تلاقي الشغل معظمه في وزارة الخارجية بتاع الدولتين، الدولة ألف والدولة ب، نقعد بقى نتفق نكتب اتفاق مش، وعشان كده لما الرئيس بتاعنا جه قال لك ايه طب تتكلموا عن حرب مع اثيوبيا ليه؟ احنا بنتفاوض، ده نزاع ما وصلناهوش لانه يبقى صراع، يعني بعباره اخرى احنا لسه هنا، انا لسه دولتين، احنا الاثنين بتصعد، احنا واخدين الموضوع لمجلس الامن وبعدين الاتحاد الافريقي وهم الناحيه الثانيه تقول لك انا مفيش ضغوط عليا النهارده، لسه قبل ما نطلع بالبرنامج بساعتين ثلاثه ابي احمد بيقول لك ايه عمل من اعمال السياده ومفيش حد هيتدخل ونقبل لا ضغوط ولا كلام زي كده، احنا بنصعد وهو بيصعد، بس احنا الاثنين شغالين في فكره ان ده ديسبيوت، يعني ايه؟ يعني نزاع قانوني دبلوماسي، ما بنتكلمش فيه لا عن حرب ولا ضرب ولا خناق ولا كلام زي كده، ده نزاع، عشان كده لازم تكون فاهم هو ليه مصر ما تضربش السد؟ لا احنا لسه ما وصلناش للحرب خالص، الموضوع لسه واحده واحده، فما تقفش ما تطلعش من اولى ابتدائي للجامعه على طول واحده واحده، عشان برضو يوم ما تضطر تعمل حاجه تبقى يعني المشهد العالمي والاقليمي متقبل، ما انت كنت هنا، اتنقلت هنا ليه؟ اللي اتنقل هنا بسرعه ده هو اللي غلطان،
ما هو صدام حسين كان هنا مع الكويت عمالين يتخانقوا والبترول، وانتم ما اديتنوش فلوس ايام ما كنت بدافع عن الامه العربيه في مواجهه ايران، تك 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 كلمتين ثلاثه خبره، راح داخلين في حرب، حرب العالم وقف ضده. ما انت برضه يعني مش عبيط، انت يعني كصانع القرار لازم يكون متحسب. انا هنا انا في الخانه دي، خانه النزاع القانوني الدبلوماسي مع فلان، انما انا في حاله صراع، صراع مع تركيا، يبقى انا مع اثيوبيا نحن في حاله نزاع ديسبيوت، انما مع تركيا انا في صراع، في شغل اعلامي وشغل استخباراتي، وممكن تكون ما هو اكثر من هذا لو تركيا استمرت. وبالمناسبه مفيش حاجه تمنع اي دوله، مصر او غيرها، انها تنتقل من نزاع لصراع ومن صراع لحرب، عادي جدا، بس المهم انك انت تبقى ذكي كفايه انك تستخدم ادواتك صح. ما تعملش حاجه هرجله وفي الاخر خالص تقول انا ايه اللي غلطني الغلطه دي، ما تبعتش قواتك اليمن وبعدين بعد شويه يقول لك يلا الله ايه ده؟ وانا ايه اللي عملته ده؟ الى اخره. اذا ففي نزاع قانوني دبلوماسي، يقعدوا فيه بقى الخبراء ووزاره الخارجيه ويجيبوا ناس اساتذه في القانون ومترجمين ووثائق ويتناقشوا ويختلفوا ويتفقوا الى اخره لغايه ما يتحل. اتحل كان به. طب ما اتحلش؟ لا ننزل بقى على الصراع. طب ايه في الصراع؟ لا اعلامي ده مهم بقى، ده حشد داخلي وحشد اقليمي، وكل واحد على قد ما يقدر. خلاص احنا دخلنا في مرحله مصلحتك خسرتي وخسرتي ومصلحتي خسرتك، وشغل استخباري ده في بقى كلام كبير، يعني ممكن يبقى فيه عمليات من تحت، حاجات غير معلنه كده فجاه بوك بوك بوك، ما تفهمش ايه اللي حصل، انفجار في منطقه معينه بتعمله بقى امريكا واسرائيل والدول دي بتعمله كتير قوي، اللي هو فجاه تبص تلاقي حاجه بلا بصمات يد. يعني هو اغتيال رفيق الحريري، وبالمناسبه كانت المحاكمه بتاعته او اعلان نتيجه المحاكمه من يومين، هو احنا دلوقتي مش عارفين هو بالظبط ايه، ويقول لك والله ده واحد من حزب الله بس قياده حزب الله غير مسؤوله. يعني انا بالنسبه لي ده حكم لحد بعيد مسيس، بيراعي موازين القوى اكتر ما هو بيعبر عن رؤيه قانونيه عدليه قائمه على فكره العدل، لا هو مساله سياسيه لحد بعيد. لكن الرساله انه عمل استخباراتي ممكن يفجر الدنيا. ليه؟ عشان الموضوع ما بقاش مجرد نزاع نقعد نحله مع بعض على مائدة التفاوض والنقاش والتحكيم والكلام ده. وطبعا الصراع الإعلامي واضح، ما اعتقدش انه مثلا في علاقتنا بتركيا اليومين دول في يعني اكتر من احنا عمالين نش، انا واحد من الناس لسه مطلع على اردوغان لفظ اردوغاز بتري عليه، ما هو اكيد بيشتمنا الناحية التانية، بس ده مش ما بيننا وما بين اثيوبيا. اثيوبيا احنا لسه في مسألة قانونية دبلوماسية، لا بندخل معاهم يعني، ولو حد فينا بيتطاول او يقول كلمه او كده احنا بنرده بنقول لا هم اشقائنا وبنحاول معاهم والى اخره، لانه لسه في امل، لسه في فرصه كبيره لانه يكون في حل على الترابيزه. انما تركيا لا، هو وصل الموضوع لانه هو شايف ان اصلا حكومتنا حكومه غير شرعيه، كان هو المفروض هو يحدد لنا مين اللي يحكمنا، وهو بالنسبه له اللي حصل ده انقلاب مش ثوره، كان الناس نزلت في الشارع دي كلها بلاش اي قيمه، وان مرسي ده عبقري زي ما انتوا اللي كان هيحل مشاكل مصر كلها الى اخره. يعني الاعلام الاستخباراتي هي دي ادوات الصراع في المقام الاول. في حاجه اسمها الحرب بقى، ده انك توصل لمرحله، وده يعني لو خدنا كده مثلا اللي عمله الرئيس السادات، اتحايل عليهم بكل ما اوتي من قوه، يا اخواننا نتفاوض، يا اخواننا نحاول، ما فيش، دخلنا في الصراع والاعلام ونحكم وهم يشتمونا واحنا نشتمهم وهم، وعمل عمل استخباراتي بعت لك يقول لك امتحان الثانويه العامه يذيعوا على الراديو، انت الطالب تثقش في بلدك، تثقش في مؤسساتها، ده اسرائيل عرفت امتحان الثانويه العامه بتاعت مصر والمصريين قبل الطلبه ما يمتحنوه واذعته في الراديو. طب وات كايند اوف مسج؟ ايه الرساله اللي بيبعتها لك؟ لك انت دوله بلا مؤسسات الى اخره. في حاله بقى الحرب، وده اللي حصل في 73، انك بتوصل لحل عسكري، طبعا المساله واضحه، حرب يعني استخدام اداه عسكريه. طب استخدام الاداه العسكريه دي كده يعني عفويا، يعني اي حد يطلع في دماغه، خدوا بال حضراتكم انا دايما بضرب شويه امثله عشان نفهم، هو صدام حسين غزا الكويت في يوم. يوم ايه؟ ده ساعتين. ايوه بس العراق حتى هذه اللحظه بيدفع الثمن من ساعتها لغايه النهارده. مش الشطاره انك تحارب، الشطارة ازاي توقف الحرب منتصرا. يعني مش الشطارة ان اروح اولع في حتة وخلاص، طب ما هيجروا ورايا يضربوني. الشطارة انك لما تدخل حرب تدخلها وتطلع منها كسبان. عشان كده مصر، السؤال اللي بتسأل، طب ومصر ما تحاربش ليه؟ لا ما هو انا هو حارب يعني، ما هو انا ممكن، ما ممكن يكون ده تستدرج عشان تستندف،
يعني ايه تستدرج؟ ده اصل هيضغط عليه في كذا وكذا وكذا. هو على فكره مؤسسه راند، واحده من مؤسسات صناعه القرار في امريكا، او يعني بيت خبره امريكي، هي اللي حطت خطه ازاي يتم اصطياد الديك الرومي. عارفين مين الديك الرومي؟ عبد الناصر. صعد ضده، اضرب على الايجو بتاعه، على نفسيته، هو عنده نزعه ليه انه يعني بطل العالم في كل حاجه، وانه هو هيطلع ويقول وهنرميهم في البحر ومش عارف مين وكذا كذا، وهيعمل تعبئه. طب خلاص اصطاده، اضربه، خلاص اديك اصطادته، يعني استدركته. الشطاره انك ما تستدركش، اختار معاركك. انا جاهز ولا مش جاهز؟ النهارده مناسب ولا مش مناسب؟ علشان كده في حاجات كتيره قوي احنا محتاجين نعرفها واحنا بنتكلم عن الحرب. انما اهم حاجه ثلاث شروط. القوه بتاعتك في مواجهه قوه خصمك. هو انت هتحارب مين؟ يعني الحقيقه السؤال ده بتساله الاتراك دلوقتي. هو انا لما هحارب في ليبيا هحارب حفتر؟ سهله، يلا باذنك يا رب نروح نحارب. ولا هحارب مصر؟ ولا هحارب روسيا؟ ولا هحارب الامارات؟ ولا هحارب فرنسا؟ ولا هحارب دول كلهم؟ طب مصر جت وقال، ورئيسها قال بوضوح، في منطقه بعدها لو تخطيتها يبقى بتحاربني انا. لا لا لا، ارجع بقى خطوه لورا، لانه موازين القوه مش في صالحك. على فكره تركيا دوله قويه، بس في ليبيا تركيا مش قويه، مصر هي اللي قويه. عشان كده من تالي حضراتكم لو بتتابعوا يعني 90 دقيقه لما كنت بقدم فيه حاجه شبه كده، كنت بقول لحضراتكم مش مصر اللي تقلق، تركيا اللي تقلق. وعندنا كلام كتير عن تركيا هنقوله كمان شويه. يبقى رقم واحد ما تروحش. اسمه ايه الليمبي كان بيقول للناظر صلاح، بيقول له الواحد لما يلاقي واد خطر ما يسخنوش. انا اسف في التشبيه يعني، بس انا لما بتفرج على افلام تصدق نظريه. يعني انا لو انا قبل 67 وقدامي اسرائيل، انا ما اروحش اسخن واد خطر، ما اروحش اسخن اسرائيل. ولو سخنتها ما تضربها. هو انا ليه سخنتها وفضلت واقف لغايه ما هي ضربتني؟ يعني اللي عايز يحارب ما يحارب. حد قال لي عبد الناصر ما تحاربش؟ طب ما توكل على الحارب. يعني انت قلت عملت كل حاجه بتقول لك هتحارب بس ما حاربتش، اتضربت. مش صح. الصح انك اولا اختار معاركك، دور على هدف تقدر تتحدى. بس اوعى تبقى ساذج انك تعتقد ان الدوله الفلانيه ضعيفه فانا هنتصر عليها، لان في متغير تاني مهم اسمه التحالفات. يعني ايه التحالفات؟ هو انا لما بضرب الدوله الف النهارده هي هتفضل الدوله الف دي طول عمرها كده؟ صدام حسين لما غزا الكويت، الكويت قبل ما يتم الغزو باسبوع كان فقط عندها تحالف هش في دول مجلس التعاون الخليجي. بعد غزو الكويت باسبوع في 35 دوله من دول العالم على راسها امريكا وفرنسا والمانيا وانجلترا وكل دول بقى متحالفين مع الكويت. هو انا مين معايا ومين ضدي وانا بشن الحرب؟ الموضوع مش سهل. يلا شد الحرب، يلا توكلنا على نروح نغزو الدوله الفلانيه. ايه اللي نغزو الدوله الفلانيه دي؟ ايوه الدوله دي مين معاها؟ مين هيبقى معاها بعد اسبوع؟ وانا مين هيبقى معايا بعد اسبوع؟ باذنك يا رب خش، جت رجالتك يا فرج وخش. ايوه خش فين؟ ما هو انت دخلت، ما هو ده في اللحظه دي انت اقوى منه. انما جاب اديله اسبوع هتلاقي دول العالم كله ايه ده؟ انت ايه اللي عملته ده؟ وتلاقي نفسك في حصار زي اللي مفروض على ايران النهارده. امريكا بتطالب مجلس الامن بتجديد الحصار العسكري والاقتصادي على ايران. الله الله الله. ايوه اذا الموضوع مش بس ميزان القوة والضعف في لحظة الغزو أو لحظة قرار الحرب، هيحصل إيه بعدها؟ مين هيتحالف مع عدوك ومين هيتحالف معاك؟ لازم تأمن نفسك. فتقول للدول كذا وكذا وكذا، أنا هحارب، هتدافعوا عني في مجلس الأمن وهتدوني أسلحة وهتمنعوا الضغوط الدبلوماسية اللي عليا كذا كذا كذا. أيوه ده قصة، ده حديث بتعمل، ده أنت رايح خناقة. لازم تلم معاك الرجالة ورجالة الرجالة عشان يأمنوك. عشان كده انا بقول لك هو مصر ما بتحاربش ليه؟ سهل بكره الصبح مصر تحارب، سهل جدا. كقرار على الورق سهل. ايوه بس بعد بيومين بقى يحصل ايه؟ مجلس الامن هيجتمع يقول ايه؟ هنفرض على مصر عقوبات شكلها ايه؟ الجيش المصري هيمنع عنه تسلح بحجه ايه؟ تعويضات بقى، ما انت ضربت ما اعرفش فين، طب من الناس الغلابه اللي مات، واحد مات. وخد بالك هو اللي هيموت ده هيبقى ميت بس من جنسيه دوله ولا ممكن من كذا جنسيه؟ طب كل الدول دي تقول لك لا، تعويضات وندخل في مواويل. فكمان كلمة التحالف بتقول لك ضمنا انك تحالفك النهاردة وتحالف العدو بتاعك. لانه في النهاية الموضوع مش لحظة، دي مش صورة فوتوغرافية، ده فيلم فيديو لقطات ورا بعضها، وكل لقطة ممكن تكسب او تخسر. عشان كده المسألة مش سهلة. التكلفة دي اخر نقطة في قرار الحرب.
هو انا لما ابعت قوات اليمن هو في ايه في اليمن يعوض لي تكلفه ان انا ابعت قوات اليمن؟ يعني انا معلش انا بايخ في الحته دي شويه. يعني دلوقتي انا فاهم اردوغان بيبعت قوات في ليبيا عشان ليبيا فيها بترول. بوش الاب لما بعت قوات علشان يحرر الكويت من العراق هو مش باعت حد الكونغو، يعني الكونغو ومثلا افريقيا الوسطى. يعني احبوا بعض يا اولاد. يعني انا اقول لك يعني هبعت قوات للكونغو هستفيد انا ايه؟ طب لو بعت مين اللي هيمول الناس دي؟ مين اللي هيمول القوات؟ تحالف من 34 دوله من دول العالم رايحين كلهم يحطوا قواتهم في السعوديه اللي طب مين اللي هيدفع؟ لا السعوديه تدفع شويه بقى والكويت شويه والامارات شويه، ما هو احنا بحميكوا اهو ادفعوا بقى. ما هو تكلفه الحرب. ما فيش حد ساذج كده يبعت قوات اليمن ولا ان شاء الله هننتصر باذن الله. ايوه انت بعت قوات من كام؟ 60 من 62 ل 67 وكم واحد مات؟ وبعدين سيبكم من التكلفه الماليه، التكلفه البشريه مش ولادنا دول. عشان كده قرار الحرب عند الناس اللي بتفهم حرب قرار تقيل، لازم افهم فيه ميزان القوه، لازم افهم فيه ميزان التحالفات المحتمله، لازم حد يدفع لي فلوس. المساله دي مكلفه جدا جدا جدا. انك الطياره الاف 35 دلوقتي بيقول لك 120 مليار دولار. 100 ايه يا عم؟ ده ارقام 120 اسف مليون دولار، ده ارقام كبيره جدا. ده غير بقى اللي اسمها الميونيشنز اللي هي الاسلحه اللي بيحط، يعني موضوع مكلف للغايه. مين هيدفع كل الكلام ده؟ عشان كده ما تجيش تقول لي هنحارب، لا مش هنحارب. قرار الحرب قرار يدرس، وياما انا اسف في اللفظ يعني خدنا على دماغنا لان احنا ما درسناش قراراتنا. في سيناريو تاني بقى وهو تراجع احد الطرفين، انه طرف يقول لك لا 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 بص انا يا عم ايه خلاص عرفت انا مش هقدر اقاومك ومش هقدر ادخل معاك في الصراع، يبقى انت تفرض عليه شروط منطقيه. طبعا لازم يكون في مفاوضات ولازم يكون في اطراف تتدخل و الى اخره، وتقول شروط منطقيه. ما هو تراجع عشان يتجنب الحرب، لكن لو انت لو ناوي تدخل معاه حرب لا ارجع بقى للسيناريو اللي قبل من كده. هتكسروا في بعض والمنتصر سيفرض شروطه على المهزوم وويل للمهزوم زي ما قال ايه يوليوس سيزر. يعني انما في كمان حاجه مهمه، حفظ ماء الوجه. لو هو تراجع ما تروحش بقى تدمره وتقول ده احنا خسرنا شوكته يعني لا. يعني مثلا لو جه نفترض حصل حاجه في اثيوبيا والناس دي تراجعت لك وكذا، ما تقعدش انت بقى تعمل يعني وانتصرت مصر والدبلوماسيه المصريه ومكانه مصر التاريخيه واثيوبيا عرفت حجمها. لا 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 لا، وحياه الغالي عندكم ما تبوظوش اتفاق. لازم تدي للطرف الاخر برستيجه، حكمه، كلام بقى عن الحكمه، عن الفهم، عن الميراث المشترك، عن الوين وين، عن التعاون، عن التنسيق. ما بتاخدش العزه بالاثم يعني واحده واحده. فعشان كده دي برضه ليها حساباتها. طبعا انا مش هدخل بقى في التفاصيل ازاي دي بتحصل الشروط المنطقيه وحفظ ماء الوجه، انما هاتان مسالتان في منتهى الاهميه اذا الطرف الاخر تراجع. نفس الكلام اللي حصل مع تركيا، وانا بقولها يعني بوضوح، انا لو اردوغان تبنى سياسات تتفق مع مصالح مصر وجدنا ان احنا مش هنقول نعظم فيه، بس على الاقل نخف بقى الضغط بحيث ان المسائل تبقى ماشيه في اتجاه تسويه بجد. السيناريو الثالث هو تراجع الطرفين عن التصعيد. قال لك لا بص يا عم احنا لا هنحارب ولا نكسر في بعض ولا ندشدش في بعض، ايه رايك نقعد مع بعض نحلها؟ نقعد مع بعض نحلها دي، يبقى انت بتتكلم في سكه التفاوض. اول بديل التفاوض ده معناه نقعد مع بعض ونشوف بقى كل واحد يجيب اللي عنده ويقول ونحوي لغايه ما في الاخر خالص نوصل ل نقطة ما في النص، يا ناحيتك يا ناحيتي وفقا لموازين القوة. انما في النهاية هي لازم في حاجة بيسموها في التفاوض ييلد اند شيلد، ييلد يعني تنازل وشيلد يعني احمي. فانت في حاجات هتحميها قطعا. ما فيش حل غير مية ماء النيل دي بمقدار معين لازم توصل لك، ما لهاش حل تاني، ده يو هاف تو شيلد تحمي. انما في حاجات بقى انك تقول لي مش عارف لازم تبقى من شهر كذا لشهر كذا، لا انت هتاخرها شوية علشان يعني محتاج انك عملية تشغيل التوربينات بتاعت الكهرباء بدل ما تبقى في فتره، عايز تبقى في فتره اطول. لا يعني دي مش قضيه، مش دي بقى ييلد. ييلد يعني تنازل. بس المهم ان الكميه اللي توصل لها الكميه اللي احنا متفقين عليها مع بعض. في بديل تاني لو التفاوض ده ما اشتغلش هو فكره بقى المساعي الحميده. يعني ايه المساعي الحميده؟ يعني ان الناس ولاد الحلال كده بواحد بثقه الكبير نيلسون مانديلا مثلا قبل ما يموت، ولا مثلا رئيس امريكا، ولا حد كده ليه وزن تقيل، يدخل ما بين طرفين يقول له مثلا مبارك عملها
رئيس مبارك الله يرحمه عملها ما بين تركيا وسوريا في مرحلة من المراحل، كادت ان تكون في حرب، حصل تصعيد من الطرفين، وبعدين لما تدخل حصل تراجع من الطرفين وعرف يحل المشكلة. حاول كمان مبارك يعني ما بين الكويت والعراق، انما طرف تراجع اللي هو الكويت وطرف صعد اللي هو العراق، وانتهى الموضوع بالحرب. لما الطرف اللي تراجع اللي هو الكويت عمل تحالف اقوى، ما كانش العراق في باله ان كل الناس دي هتقف مع الكويت ضده، هو كان فاكر ان هو هنرجع لايام الحرب البارده والاتحاد السوفيتي هيعمل فيتو والصين هتمتنع. لا لا، العالم كله لا واقف في صف واحد ضد العراق. في بديل ثالث اسمه الوساطة، ان يجي طرف يقول لك لا انا كمنظمة دولية، وليكن البنك الدولي وليكن مجلس الامن اي مكان، يعمل لجنة ويقول لك انتوا بقى بتقوموا بالوساطة ما بين الطرفين، وان ما كانش يكون في التحكيم. التحكيم ده بقى فكرته ببساطة انك بتروح لهيئة من القضاء وتختارهم وتوافق، تقول يا اخوانا اللي هيحكموا بيه انا موافق عليه. هي المشكلة بس فين في التحكيم مع اخواننا في اثيوبيا؟ انه اخواننا في اثيوبيا ما في مرة دخلوا تحكيم الا وخسروه، مرة مع الصومال ومرة مع اريتريا ومرة، فهم بالنسبة لهم تقول له تحكيم يقول لك هنخسر، فهو بيقول لك اوعى انا مش عايز ده، انا افضل اتفاوض واتفاوض واتفاوض، ثم تفاوض وتفاوض، كان اثناء تفاوضه يتفاوض ويتفاوض، هو بالنسبة له يتفاوض الى ما لا نهاية لغاية ما السد يتملي والدنيا تتظبط. احنا طبعا بالنسبة لنا لازم نستنفذ التفاوض لغاية اخره وبعدين ندور على بدائل تانية. ممكن يكون البديل انك تروح لتنظيم دولي زي المنظمة الوحدة الافريقية، او انك تروح لمجلس الامن تاني وتقول له بمنتهى البساطة انا عندي مشكلة، انا عندي تهديد للسلم والامن في بلدي، وبالتالي انا مضطر اني ادافع عن الحقوق، مش هقول التاريخية لا، الحقوق الطبيعية لحق البشر في ان هم زي ما بيتنفسوا كمان يشربوا مية. او ساعتها طبعا ممكن الدولة، ممكن مجلس الامن يتدخل. طبعا بقى بتدخله ده بتبقى قصة شوية، لانه مجلس الامن ممكن يدخل على الفصل السادس وهو يقول كلام لطيف كده زي اللي بيقوله لاسرائيل، او على الفصل السابع انه يقول لك احنا هنتدخل بتدابير امن جماعي وهنعمل جيش نعم. طبعا هو مش عمل كده يعني، لكن ده اللي عمله لما حصل غزو من العراق للكويت. انا بس حاولت ما اعرفش كنت نجحت ولا لا، في ان اقول لحضراتكم انه موضوع الحرب موضوع شديد التعقيد، وثقة مني في انه هذه البلد بتدار بعقول نيرة قادرة على انها تقدر الامور بحجمها، انا من الشايف ان في اي سبب يدعو مصر لتدخل في حرب احد ولا في اثيوبيا حتى الان طبعا، بس عشان اكون واضحة يعني، لا في اثيوبيا ولا في ليبيا ولا في اي حتة من المحيطة بينا. بس في نفس الوقت اوعى نكون من السذاجة اننا نعتقد انه التانيين مش حاطين عينهم علينا وعندهم رغبة في ان هم ياكلوا اكلنا ويستغلوا مواردنا ويظلمونا. دي مصالح دول، وفي النهاية هو زيه زينا بيدور على مصلحته ومصلحة شعبه، عشان كده لازم كمان نكون اقوياء. اذا اردت السلام فلتستعد للحرب. هطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا.